حياكم الله، نشكر الزميل عباس خضير على ما تفضل به من معلومات حول النشرة الجوية. إذن مشاهدين الكرام، يعني خاصة في هذا الموسم، يعني مثل ما لاحظنا نودع فصل الصيف ونحن في فصل الخريف ومقبلين على فصل الشتاء، أكيد راح تتغير بعض الأشياء في جسمنا، ومنها الأمراض الجلدية اللي بعض يعاني من الحساسية، البعض يعاني من الأكزيما. كل هذه الأمور يجب أن يكون هناك بها فد توعية ويكون بها فد دراية حتى نتجنبها لا سامح الله إذا حدثت. اليوم إن شاء الله راح نتحدث فيما يخص الأمراض الجلدية مع الدكتورة أحلام هيفا وفقرة عافاكم الله. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله، كيفك انت؟ الله يسلمك دكتورة. تفضلي حبيبتي، شو الشكوى؟ دكتورة دا اشكي من اكزيما وحكة بايدي. من ايمتى حبيبتي؟ يعني صار لفترة، يعني حددتي لي مثلا؟ تقريبا صار لسنة، بس دا يكتر بالشهر التاسع والعاشر بالخريف. شو بتشتغلي حضرتك؟ ربة بيت. ربة بيت، بتتعاملي مع المنظفات اكيد؟ اي طبعا. شو بالاضافة لربة بيت وشو بتشتغلي شغل ثاني؟ لا لا ابدا. اوكي، حدا بالبيت بيحك معك؟ لا بس انت بتنتقلي الحكي لأماكن تانية بالجسم؟ لا دكتورة، بس ايدي. بس ايديك. بتشكي من اي مرض جلدي لا سمح الله؟ لا ماكو. اكزيما بصغرك كان عندك جفاف بشرة؟ جفاف بشرة عندي. حدا بالعيلة معه اي مرض جلدي؟ اكزيما تأتبية، جفاف، ربو؟ لا ماكو ابدا. امراض داخلية لا سمح الله، سكري، ضغط؟ لا ماكو الحمد لله. ابدا ما في. اكزيما ربات البيوت تسمى أكزيما متشققة أو أكزيما اليدين، أيضا تسمى التهاب الجلد التخريشي المزمن، تصاب به معظم ربات البيوت نتيجة التعامل مع المنظفات الكيماوية والصوابين القلوية والغسيل المتكرر والعمل في المنزل. طبعا مو بس ربات البيوت تصاب فيها، يصاب فيها أيضا هالنوع من الأكزيما عمال البناء، وأيضا تصاب في مصففي الشعر بعض العاملين بالصحة اللي بتعاملوا مع المعقمات كالكحول. طبعاً مو كل النساء كمان اللي بتشتغل بالمنظفات تصاب بهالنوع من الأكزيما، أكيد لا، بده يكون عندها المريضة استعداد وراثي منذ الصغر، بيكون عندها جفاف بشرة مزمن بتتعرض لهالإصابة نتيجة التعامل مع المنظفات الكيماوية القلوية. طبعاً إذا حكينا عن الأعراض، الأعراض بتتراوح بين مثل مريضتنا أعراض خفيفة، حكي بسيطة بالإضافة إلى احمرار بجلد اليدين وقشور ناعمة. طبعاً الأعراض الشديدة هون بتكون مشكلة عند المريضة، بتحس بحرقة وألم بالإضافة إلى قشور سميكة وسماكة وفرط تقرن بالجلد، حتى ممكن أحياناً يصير شقوق مؤلمة وتنز ويخرج منها بعض دم، وممكن تنصاب بإنتان سنوي. طبعا الوقاية والعلاج، نحن دائما بنقول كل مريضة هي طبيبة نفسها، يعني بقدر ما بتهتم المريضة وبتتبع نصائح الطبيب بدون ما بتضطر كثير للأدوية. طبعا شو هي النصائح اللي بننصحها للمريضة بهيك حالة؟ انه تخفف قدر الامكان من التعامل مع الصوابين القلوية، تخفف ايضا الماء الساخن. ليش؟ لانه الماء الساخن يزيل الطبقه الدهنيه من سطح الجلد بشكل سريع، وبيتعرض الجلد للجفاف والتشقق والاكزيما. طبعا دائما تكون المي فاتره واقرب للبارده. لبس القفازات كثير ضروري، الكفوف اثناء الجلي واثناء التعامل مع مواد التنظيف. طبعا القفازات كمان ضروري يكون قطنيه، لان القفازات المطاطيه كمان ممكن تزيد الاكزيما. بنحاول دائما بعد الانتهاء من التعامل مع المنظفات والمواد المخرشه، المرطبات دائما لازم تتواجد المرطبات بشكل يومي بعد كل غسل. طبعا احيانا ممكن تكون الحاله شديده ونضطر لبعض الادويه الموضعيه، بحدد الطبيب استيرويدات قشريه موضعيه، بحدد الطبيب فتره علاجها، بالإضافة إلى مضادات الحكي الأنتي هستامين، وإذا كان في أي إنتان ثانوي ممكن نستخدم مضادات الإنتان والإنتانية والفيروسية. عافاكم الله. شكراً دكتورة.